عاوز منك خدمه يا خواجه. عاوز ايه منى يا فندم؟ تذهب معي لخطبه عروس. انا يتيم الاب واريدك ان تكون اب لي يا خواجه. حاضر منى يا فندم، حاضر. خصوصا انك تعرف العروسه جيدا. مين العروسه دي؟ انا يعرفها جيدا. السيده الفاضله ام الصبي كمال. ست المنازل؟ اي نعم، سمعتها طيبه واكون للطفل اليتيم ابو. حاضر، انا التزم معاك. ربنا يخليك يا خواجه، ده عشان فيك والله. انا كمان راح يتجوز منى فندي. تتجوز ايه بس يا خواجه؟ تتجوز؟ انت ايدك ليه؟ ابدا يا خواجه، هذه ضحكه تعجب ودهشه واستغراب، يعني مثل وي وبه ووه. بعدين انت لسه هتتجوز يا خواجه. هي لسه يا خواجه لسه يتجوز. هي مشكله لسه يتجوز يا خواجه. مفيش مشكله، ما تزعلش، بس انت راجل كبير في السن. كبير يعني انا يروح يموت؟ كبير يعني ما يتجوز؟ انت بس يتجوز؟ طيب خلاص ما تجفلش ما تجفلش. لا روج انا هجفل. يلا امشي مدى فندي. امشي مدى فندي. والمشوار اللي اتفقنا عليه مش هتيجي معايا؟ انا ما يرجع في كلامه، انا راح يجي معاك بس دلوقتي امشي. ماشي، يعني همشي بس هفوت عليك بكره. ها بكره امشي مدى فندي، امشي. هفوت عليك بكره. السلام عليكم. يا محمد، عشان خاطري يا ولدي انزل صالح عمك وراضيه. هو فين؟ تحت يا ولدي، قاعد مع ابوك. هتقول له ايه؟ هستسمحه وابوس راسه واترجى يرجع لزينه. اللي انت تأمري بيه انا اعمله يا ست الكل. ربنا يكملك بعقلك. مرحبا يا ابوي. مرحبا يا ولدي. مرحبا يا عمي. مرحبا يا ولدي. بنتك طالق. ايه؟ بنت حرج ابوك طالق، وحرج ابوي قاعد اهو، واوسع ما عندكم هاتوه. اسمع يا كمال حبيبي. نعم يا خواجه. بكره احنا راح يجي انا ومودة فندي عندكم. عندنا فين؟ في بيت. في البيت؟ اشمعنى؟ انت يقول اشمعنى ولا يقول اهلا؟ اهلا وسهلا يا خواجه، لكن اشمعنى بكره؟ واشمعنى عندها في البيت؟ واشمعنى انت وسيد افندي؟ انا عاوز يتكلم شويه مع ست منازل. تتكلم معاها في؟ انا عملت حاجه غلط في المدرسه؟ لا مش كده، انا يعني عاوز يشرب شاي. في حاجه ما صح؟ لا بس مستغرب. انت بس قول لست منازل احنا راح يجي بكره. حاضر. افتح يا زينب، اطلعي واقعدي معانا. طب خلي احمد يدخل عندك وتحجيه. زينب اهي من اول الصبح على كده يا حاج. خليها على راحتها. يعني لو جاني عبد الظاهر حد زين وانا قلت موافقه وعايزاه، هتوقف تاني جبالي وتقول لي لا؟ لا ما اقولش. قسما بالله اجوزك اي كلب، اي ابن مركوب ملوش عازه. ولا تقدر تعمل حاجه. الخواجه والمدرس بتاع العربي؟ ايوه. ليه؟ عملت حاجه يا مكفي؟ لا ما عملتش. امال يجوا ليه؟ ما اعرفش. اهلا وسهلا. وانت ياك هتقابليهم. واه هقابلهم كيف؟ امال ايه اهلا وسهلا دي؟ اهلا وسهلا بضيوفك، مش هم جايين لك انت؟ وانت راجل البيت يبقى اهلا وسهلا. بس هم جايين نقابل امك مناظر. هيبان، كل حاجة هتبان. نام نام. ومال وشك فرحان كده؟ مين قال؟ بكرة الصبح تقوم تتسبح. مش هتسبح. واه امال هتقابل الناس كده؟ ايوه امال تسبح لهم مخصوص اياك. اتجوزها له، ماله الخواجة؟ هو مين اللي ماله؟ غوري من قدامه يا سلطنة لو ليكي أنفاس. ليه؟ مش هيقولوا مسلم وراجل كبير وعبيط، وهو العبيط يتجوز المدبوبة وكله ليك. كله ليا كيف يا سلطنة؟ يعني اللي هيخلفوه اللي هيتنيل وهيبقوا قدام عينك زينب وجوزها وجناينها وذهبها وورثها. يعني حزبة الوطين. ما دي حسبتك انت يا سلطنة، اللي زيك هيفكر كده، لكن حسبتي ان بيت عبد الظاهر هيبقى بيت الخواجة، والناس في بلادنا ملهاش دعوة ولا بمسلم ولا يهودي، هيقولوا الخواجة، وساعتها يبقى الخواجة غلبني يا سلطنة، جه من آخر الدنيا عشان يغلب عبد الظاهر وياخد أخته ودمه يخالط دمنا. متى حسبة ورث وفلوس وبس يا بنت الحزار. ده راجل جبار راجل ودم غريب عايز يخش دمنا. زينب عندي أغلى من اللي تملكه زينب. زينب هي بنتي وأختي وأمي وحبيبتي. حبيبتك؟ حبيبتك كيف يا عبد الظاهر فهمني. أفهمك إيه يا مرة يا باردة أنت؟ باردة بس أفهم حبيبتك كيف يعني؟ خلصي في الحديث وتخمدي. أنا ميت الحمام يا عبد الظاهر. حبيبتك كيف؟ اعملي راحك نايمة. صح. يا مري طار الدباب يا أخويا. خد ورث امك وورث اختك، ولو عندك ورق طين هات وابصم لك عليه. زينب ما عاوزاش حاجه خلاص خلاص يا حبيبتي، لمي دهبك دلوقتي وخشي نامي وارتاحي. ما هرتاحش، مش عاوز الفلوس والورث، خده كله، مش عاوزه حاجه. انت يا حبيبتي اغلى عندي من الذهب والورث والدنيا كلها. انت حبيبتي لمي دهبك وحاجتك وخشي نامي وارتاحي، وان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله. اعمل ايه كمال حبيبي؟ مليح، اتفضل الشاي. كتر خيرك. والست الوالده عامله ايه يا بطل؟ عملت شاي، اشرب. وانتوا يا خواجة؟ شوف كمان حبيبي، انا عاوز انت يدخل لامك ست مناظر ويقول له سيد فهمي مودة افندي عاوز يتجوز، وشوف هي جول سنو يقول ليه. هتقول لا، بس انت مش دخل كمان من غير ما اخش، هي مش هتتجوز. خش اسالها يا ولد وهات الرد. ما اخشش ومش هسالها ومفيش غير اللي قلته. ايه كمان حبيبي؟ انت يدخل يسال ست منازل، هي عاوز مش عاوز، هي حر. طيب الراديو اللي بره ده عاوز يتجوزك، انا قلت لهم لا. قلت ايه؟ مش عارفه يا ولد اقول لك ايه. قولي زي ما انا قلت لا. قول لهم كل حاجه قسمه ونصيب، وامي رضيت بقسمتها ونصيبها. لا، هقول لهم امي قالت لا. شربتوا الشاي؟ لسه نص كوبايه. كفايه كده، امي مش عايزه تتجوز حد يا خواجه. هي قالت كده يا حبيبي. هي قالت كده، هي حره. ايوه حره، شرفته. يلا بينا يا خواجه. مع السلامه. يلا بينا. انت مش يزعل مود يا فندم. لا، ده نصيب في الاول وفي الاخر. وانت يا خواجه موضوعك عامل ايه؟ الحمد لله. خلاص يا حبيبي، اول باو ما يبقى عجل انا راح اتجوز على طول. مين اللي قالك كده؟ انت يضحك ليه مود يا فندم؟ انا يستنى شويه، لما الباو يبقى عجل انا راح اتجوز. انت طيب جوه خواجه. مود يا فندم، انا مش هحب حد يضحك على كلامي. يعني هتحب اللي يضحك عليك؟ مين دي يضحك عليا؟ هيضحك عليك يا خواجه. البو يبقى عجل دي من المستحيلات، زي العنقاء والغول والخل الوفي ورؤية حلمة اذنك او قفاك. البو عمره ما هيبقى عجل. يعني ايه البو دي مده فني؟ البو دي شوال يتكبس تبن ويبقى شبه العجل، يتحط جبال البقره اللي لسه والده عشان يحلبوها وما تعيطش وتبكي، في حين ولدها الاصلي بعيد، عشان لو شافت حاله هتفزع وتروح له، ويفزع ويروح لها وما يقدروش يحلبوها. فيعملوا ايه؟ يحط الشوال اللي بتكبس تبن دي اللي هو الباو مكان العجل الاصلي. يعني عجل دي ابن بقره، لكن باو دي كيس فيه تبن. بالظبط. يعني كده عمر باو ما يبقى عجل، ولا العجل هيبقى باو. شكرا مدفن، شكرا. يا خواجه، رايح فين يا خواجه؟ بعدي عني. مالك يا واد، في ايه؟ قلت لك بعدي عني. طب خد كل، انا عامله لك عصيده. عاوزش منك حاجه. واه واه واه، دي زعله كبيره قوي اللي تخليك تقول العصيده لا. عاوزش اكل ولا بص في وشك حتى. ليه؟ ليه ده كله؟ ايه اللي جرى؟ عاوزه تتجوزي؟ وانت مالك؟ اتجوز ما اتجوزت، انا حره. حره كيف؟ عايزه تتجوزي بعد ما ابويا مات. امال اعمل ايه؟ اقعد كده؟ ما تقعدي. عايزه ايه بالجواز؟ زي الناس. لا، مفيش راجل هيخش البيت ده طول ما انا فيه. يعني انت راجل؟ ايوه انا راجل. بس انت ولدي مش راجلي. يعني ايه مش راجلي؟ يعني مش جوزي. جوزك ابوك، وابوك مات الله يرحمه. برضه لا، لو شفت سيد افندي ده تاني هبطحه هبطحه، فاهمه؟ ابقي اتجوزي مفتوح. طب خد كل. مش عاوز اطفح، فاهمه؟ خلاص مش هتجوز، قوم كل عاد. طب احلف. حاجه بتزهق. في ايه؟ مالك؟ انت كذاب، وانا مش يهب كذاب. كذاب؟ ايه قله الادب دي؟ كدبت عليك في ايه؟ انت قلت اول ما ابو يبقى عجل انا اتجوز زينب، صح؟ ايوه قلت. ما فيش بو يبقى عجل يا حاج عبد الزاهر. بو يفضل بو، وعجل يفضل عجل، وانت يفضل كذاب حاج عبد الزاهر. انت جاي تشتمني ببيتي؟ عشان انت ساتب من اول، انت تمسخر عليا، قال كلام مش يصح. واللي يصح ان واحد زيك اللي يسيبني انا. شنو واحد زيك؟ كلنا ناس. لا لا لا، مش كلنا ناس يا خواجه. في ناس ولاد ناس، وفي ناس ولاد مركوب. لا لا يا حبيبي، ما فيش دي ولاد مركوب. ناس ولاد ناس كله. بص يا خواجه، انت راجل كبير واظنك اكبر مني في السن، وانت هتقول انك عبد القادر. يبقى في سنك ده تروح تتعلم الوضوء زين، تصلي، تصوم، تروح الكنيسه، تعمل في روحك اللي انت عاوزه. لكن تاجي من اخر الدنيا عشان تطربجها فوق دماغي، فاهم حرج ابو حديتي ولا ارطل؟ شوف حاج عبد الزهر، انت روح يسال زينب، هو يوافق انا اتجوزه على طول. انا سالتها وقالت لا. لا، انا يروح معاك يسال زينب. تروح فين يا مهووس انت؟ انا يطلع معاك فوق يسال زينب. اقول لك ايه، تعالى يا حزين، اقعد اقعد. انت ولد مين في بالكم يا خواجه؟ ابوك رحمه الله عليه، من جازة الرحمه يعني، كان شغال ايه؟ كان شغال، كان عنده بكري يعني يعمل عيش يعمل كيك. اديك قلتها، ترضاها لي بذمتك ان زينب بنت الحسب والنسب تتجوز واحد كان ابوه فران، وتلاقي جدك كان مزين ولا تربي؟ احنا سلسله عزه يا خواجه، فاهم علي؟ اسمع، انا خواجه سهل، انا راجل عجوز واكبر منك حج عبد الزاهر، بس انا راح يتجوز زينب. انا حج عبد الزاهر راح يتجوز زينب حتى لو انت مش موافق. فرجنا يا خواجه، هتتجوزها ازاي؟ صحيح حج عبد الزاهر بو مش يبقى عجل، بس خواجه راح يتجوز زينب حج عبد الزاهر. سلام عليكم. قالوا الخواجه ده مثبت فيها جوه كده ليه؟ ازيك يا امه؟ بخير يا حبيبي، انت عامل ايه؟ تمام. عامل ايه يا حج؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ تمام، كلها كم اسبوع وابقى باشمهندس زميل. ربنا يوفقك. انا جاي اقعد جارك عشان اسمع الكلمه دي. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا ولدي ويسترك ويقبل عليك بفضله ورضاه. امين. بقوا كم واحد بيسمعوك في الجوامع دلوقتي؟ كتير كتير قوي يا بوي، ساعات بالالاف. المهم يا عبد القادر انك تسمع صوت ربنا جوا قلبك. لا دي حاجات كبيره عليا قوي يا حج، انا لا بسمع ولا بشوف غير بودني وعيني، غير كده قدرات عاد. مين؟ مساء الخير يا ام الغالي، انا جاي اسال على كمال، ما شفناهوش في المدرسه النهارده، والمره نطمن على حالنا. اسمع، انا مش هاجي المدرسه تاني عشان انت فيها، وما تجيش بيتنا تاني. يا واد يا مكفي، اتحشم واحفظ ادبك، لا مؤاخذه يا فندي. لا ده ولدي، ازعلش منه ابدا. كتر خيرك، وانا هخيبه. والله هزعل منك، تخيبي مين؟ تخيبي ولدي؟ والله تبقى بزعله. اتوكل انت على الله وما تجيش هنا تاني، وانا هشيع على المدرسه. اتوكل وما اجيش؟ هتمشي ولا بتحق؟ بس يا واد تبطح استاذك؟ يبقى امشي. امشي حاضر. وطالب يا ست مناظر. ولدي هو جوزي وبابي اتقفل عليه. كتر خيرك. السلام عليكم. في ايه في الدنيا طالع جديد يفرح البنات زي الراديو والحاجات دي يعني؟ ادور لك يا حاج. عايز اكون عندي بكره بالكتير، حاجه تطير العقل. انت عارفني، نسينا حكايه الملك الفلصو. ها؟ حاضر يا حاج. ساندي ساندي، ماندي ماندي، تيوزداي تيوزداي. انا مش عايزه اروح المدرسه الثانيه يا خواتي. ليه كمان كده؟ انت ما يروح مدرسه، انت ولا حاجه، ما في مدرسه، انت حمار حمار حمار. انا ما هروحش المدرسه واشوف الراجل اللي اسمه سيد فهم مواد ده تاني. ماله سيد فهم المواد؟ عمل ايه؟ من يوم ما جه معاك وطلب طلبه البايخ ده، وانا مش عاوز ابص في وشه البارد. انت ايه بيقول على مود افندي وشه بارد؟ مود افندي ما عمل حاجه غلط، مود افندي طلب ست منازل عشان يتجوز، ودي مش عيب. ست منازل بس من حقه يقول اه او لا، ولو هو قال اه انت ما يزعل عشان دي حقه هو مش حقك انت. يعني ايه طب امي يتجوز وروح المدرسه وشوف؟ انت لازم يروح مدرسه ويشوف مود افندي. مدرسه دي حاجه مهمه، ما ينفع انت ما يروح. حاجه زي كنيسه جامع ما ينفع انت ما يروح، انت لازم يروح مدرسه ويقعد مفتح عين مفتح ود مفتح مخ، وعشان يفتح مخ لازم يفتح قلب. انت لازم يحب المدرسه، يحب مود افندي عشان يتعلم. بس انا مش قادر احبه. لازم حبيبي لازم، ما في حب ما في علام. مين؟ انا عبد الظاهر يا زينب. اخش؟ خش يا عبد الظاهر. خواريها يا ست البنات، قافله على روحك وحرمانه من نور القمر ليه؟ عاوزاش اشوف حد، لكن احنا عايزين نشوفوكي. شوف عبد الظاهر جاب لك ايه؟ تلعب بالزمبلك وتعمل مزيكا، مفيش زيها في البر كله. عشانك انت يا اغلى الناس. عاوزاش حاجه، خليها ليك ولمرتك وعيالك. من متى يا زينب هتقولي لي الهديه جبتها لك؟ لا، من يوم ما كبرت يا عبد الظاهر وفطموني. مش انا حطيت المرار في حلقي واتفطمت؟ كبرت واتفطمت عليا يا زينب؟ حق، زي ما كل البنات هتكبر وتتفطم. خبريها يا زينب، لا عايزه تاخدي هديتي ولا عايزه تفتحي بابك وتجينا ولا عايزه حاجه خالص. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا شيع لي نصيبي وانت وقفت فيه وقلت لا. نصيبك؟ انه ده عايزه تتجوزي خواجه؟ انا راضيه وقابله، لكن انا لا راضي ولا جابل. انا مشيت عرسان من جوه البلد وبراها، عمد واكابر عوايل ومدرسين وبهوات. عايزاني في الاخر اقبل بخواجه؟ والله لو شنقوني. يا خساره الرجاله. من هم الرجاله اللي خسرتهم يا زينب؟ اللي هيقولوا كلمه ويرجعوا فيها. عارفهم؟ فضلت طول عمرك خايف تتجوز وتهملك، اهي نجت من تحت يدك. والعاجلة اختارت الخواجة، اشمعنى الدور ده راسها وألف جاز ما تاخده؟ ايه السر الدور ده؟ الحق روحك يا عبد الظاهر. يعني ايه؟ يعني الدور ده غير كل دور. هي عاوزة وهو عاوز، مش لم الشامي على المغربي. مرحبا خواجة. مرحبا هاجي عبد الظاهر، اتفضل. اسمع، أول يوم أنت جيت فيه هنا قلت لك أنا ملك البلد دي، وبلدي هي المملكة اللي ما يغيبش عنها الكرباج. حصل؟ يوم عتوتي. إيه؟ يوم بتاع عتوتي. آه صح، أنت إنجليزي وبلدنا تحت حكمكم، لكن أنت هنا في بلدي أنا، تحت حكمي أنا يا خواجة. لا 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 هاجي عبد الظاهر، أنا تحت حكم ربنا، بس أنا مش فاهم إيه مشكلة عشان خواجة يتجوز زينة. أنا راجل، هي ست. أنا مسلم، هي مسلم. أنا عاوز يتجوز زينب، هي موافق. في حرام، في حاجات يا خواجة لو قلتها لك 100 مرة ما هتفهمهاش. وأنا ما عرفش أتكلم إنجليزي. أنا يعرف يتكلم عربي حاجة عبد الظاهر، وأنا يطلب يتجوز زينب. وأنا جاي لك هنا عشان ما تطلبهاش تاني. مين قال لك عن اختي زينب يا خواجه؟ مين حكى لك بيها؟ هتقول لي سمعت. حكايه سمعت دي يمكن عادي عنديكم، لكن عندنا ليها 1000 سؤال وسؤال. مين حكى لك عنها وسمعت عنها ايه؟ وايه اللي جرأك وخلاك تيجي تطلبها وانت عارف انك خواجه وكبير وطلبك مرفوض؟ سمعت بيها فين؟ انا ما سمعت بيها حاج عبد الظاهر، انا شايفها. شفتها فين؟ أنا شافها كتير، شافها يوم بتاع درس بتاع يوسف وشيو، شافها كمان يوم ما اداه. شفتها من بعيد لبعيد، لمحتها لمحة يعني. لا 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 أنا شافها من قريب لقريبا، ومشينا كتير وقلنا كلام وقلنا كان ما يهلى كلام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكاوي. وشفتها تاني فين؟ في جناين زينب لما أنا جاب طلب هي طلبه. كان إيه طلبها؟ ده سر عن جاب ده الظاهر. هو طلب وأنا سافر وجابه، وقعدت معاها في جناين زينب، وأنا قلت له أنا يحبك زينب. أنا أحبك زينب؟ قعدت مع أختي في الجناين وقلت لها كده؟ وأنا قال له كلام حلو وجميل كتير. اللي يحبوا بعض حاج عبد الظاهر يحبوا يشوفوا بعض، يبصوا في عين بعض، يتكلموا كلام حلو مع بعض. وأنا يحب أختك زينب حاج عبد الظاهر. لا، عداكم العيب يا خواجة. وما شفتهاش تاني بعديها؟ لا، أنا سافها هنا على باب استراحة عشان هي مريض يدخل. كتر خيرها. أنا بالليل قعدت أصلي وأدعي ربنا، قلت له يا رب أنا وحشني زينب، أنا نفسي أشوف زينب. سهيت حاج عبد الظاهر لقيته واقف على باب، قلت له أنا يهبك زينب. قال لي لا، أنت لازم يطلب يدي من أخوي حاج عبد الظاهر. زينب يهبك كتير حاج عبد الظاهر. تربطني يا عبد الظاهر؟ فاكر نفسك جدع، طفشت اخوك وهتربط اختك في السرير كده؟ هترتاح يا عبد الظاهر؟ هتنعس؟ هتحط راسك على المخده؟ هتحلم بامك ولا ابوك؟ وهتقول لهم ايه؟ ربطت بنتكم في السرير؟ وهتفضلي مربوطه ومش هفكك غير في الجبر. محدش يستغفلني في الدنيا دي كلها غيرك انت يا زينب. 3 بالله العظيم لو اوريك العذاب الوان.